السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدو شي كوان خاوي، ديروا الكيت وطفعوا الضو. مشينا. بعد المرات بقوة ما كتعيش في الجو ديال الجن والناس الممسوسين والناس اللي عندهم حالات الصرع والغوات ديالهم، ما كيبقاش يأثر فيك داك الشي وما كتبقاش تخاف منه. وانا هادي كانت هي الحالة ديالي. كبرت وتزاديت وتربيت في واحد الدار اللي الأغلبية ديال الناسها كانوا روقات. جدي كان راقي والأب ديالي حتى هو ورثا عليه. كنت ديما كنشوف حالات ديال الناس اللي ممسوسين اللي كيدخلوا مع جدي للبيت وكيحط عليهم يديه وكيبداو يغوتوا ويتركلوا. في الاول كنت كنخاف، ولكن مره على مره ولفت داكشي ووليت انا اللي كان بغي ندخل ونكون مع جدي. من بعد ما مات جدي بقى غير الوالد هو اللي كيدير هادشي، والاسم ديال عائلتنا كان معروف وكيجيو عندنا الناس من مختلف المدن. انا بدايتي في هاد العالم كانت مختلفه شويه على الوالد وعلى جدي، حيت هما توارثوا هادشي وتعلموه، اما انا كنت كنحس بهادشي هو اللي طلبني وماشي انا اللي كنت كنسعى له. بالعكس ما حسيت براسي حتى لقيت راسي داخل لي وباغي نتعمق اكثر ونعرف اكثر، خصوصا ملي كنت كنشوف الحالات ديال الناس اللي صعيبه بزاف كنت كنبغي نعاونهم. من صغري وانا اي حلم شفته كيتحقق واي حاجه توقعتها كتوقع، وحتى في ايام المراهقه ديالي اللي كنكونوا مثلا خارجين دوك الرفقه اللي معايا كيعطوني اشاره زعما واش نمشي ولا لا. باقي كنعقل واحد النهار كانت الليسي ديالنا منظمه واحد الرحله واختاروا تقريبا 30 واحد من الاوائل وهما اللي غيمشيو لهاد الرحله، ولكن انا في اخر لحظه اموري تعكسات وعرفت بلي هذه اشاره ليا باش ما نمشيش. انا كنت كنثق في الحدس ديالي حيت جربته وما مره ما جوش وكيصدق صحيح. ما مشيتش معاهم داك النهار، ومن حسن الحظ انني ما مشيتش حيت داروا كسيده وتقريبا تسعود ديال التلامذ اللي كانوا تماك ماتوا، وما تبقى الاغلبيه كانت الاصابات ديالهم حرجه، اللي تقاس في وجهه اللي تقاس في يده اللي تهرس من رجله. المهم داكشي ما كان فيه ما يتشاف. وحتى النهار اللي كان غيموت فيه جدي كنت قاري في الليسي وحسيت بقلبي تزير عليا وبحال الا شي واحد قال لي نوض. بلا ما نحس براسي خرجت من القسم وانا كنجري ومشيت للدار، وبالفعل سمعت الغوات وملي دخلت لقيت جدي مات. انا كنعطيكم غير نبذه صغيره على الحوايج اللي كيطراو معايا، هادشي غير شويه من بزاف. تقدروا تقولوا عليا زهري او لا روحاني او اللي بغيتو، حيت كل واحد وكيفاش كيبغي يسميها، ولكن انا ما كنصنف راسي من حتى شي حاجه. المهم كانت هادي هي طبيعتي من صغري، ونقدر حتى نعرف الناس فاش كيفكروا او شنو باغين يقولوا قبل ما يقولوا. بديت كنكبر والوالد بدا كيزيدني لهادشي كتر، خصوصا في الحالات الصعيبه بحال مثلا شي عائله كيتلف ليهم ولدهم او بنتهم وكيجيو يقلبوا عليه، كنقدر نعت ليهم فين كاين او شي وحده عندها شي سحر مدفون ولا مرمي في شي خلا، كنقدر نعت ليها فين كاين وشكون اللي دارو. بديت كنكبر، من مور ما خديت الباك ديالي كملت كنقرا في المجال اللي كيعجبني في علم النفس. انا كنت مولع بهذا الشيء، كيعجبني نفهم الانسان، كيعجبني نفهم منين كيجيو الافكار وداك الشيء وطبيعه البشر وطبيعه الشخصيات وكل واحد وكيفاش كيفكر. المهم كنت كنميل بزاف لهذا الشيء. اللي كنت كنقرا تلاقيت بواحد البنت وبغيتها بزاف، كانت هذيك اول مره غنبغي شي وحده. ديك البنت كانت سميتها صافية وكانت صافية بحال الماء، فيما كنشوف فيها كنفرح بزاف، كانت عزيزة عندي. واحد النهار كنعقل كانت جات عابسة لافاك مقلقة بزاف وجهها شاحب. بديت كنسولها مالكي ولكن ما بغاتش تجاوبني، حتى الهضرة ما بغاتش تهضر معايا، مشات وخلاتني. دخلنا لونفي وجلسنا وانا راسي دارني وباغي نعرف شنو عندها وعلاش مقلقة مني، شنو درت ليها انا. داك النهار ما جلساتش حدايا، جلسات قدامي وقررت باش نعرف فاش كتفكر. بقيت مركز معاها حتى عرفت داكشي اللي كان كيدور في دماغها،
عرفت بلي الأستاذ كيهددها اللي إلا ما مشاتش معاه غادي يسقطها. وداك الأستاذ كانت المادة ديالو مهمة بزاف وهي اللي معولين عليها كاملين. منين عرفت داكشي ما فهمتش كيفاش حتى وقفت وغوت وقلت ليه انت أستاذ انت؟ كلشي دار كيشوف فيا وهو حبس الشرح ديالو. صافية دارت لعندي وهي مصدومة. قلت ليه كتحرش بنت قد بنتك واش ما كتحشمش؟ هو ما فهم والو وبقى غير حاني راسه. وحتى صافية براسها ما فهمت والو حيت ما كانتش عارفة عندي هاد القدرات. بدا كيغوت وقال لي خرج عليا. خرجت وانا معصب وقلت ليه هادشي ما غيدوش لك على خير، تفكرني مزيان. شفت فيه شوفة ديال الحقد وخرجت من تماك. من بعد ما سالت الحصة جات عندي صافية كتسولني كيفاش حتى عرفت. قلت لها عرفت وصافي. المهم الحمد لله منين ما سمعتيش الهضرة ديالو حيت كان غيخرج عليك. هاد الأستاذ هذا مريض. كنا جالسين حدا الإدارة شوية حتى داز من حدانا هو وقف وبدا كيشوف فيا وقال ليش كتحسب راسك؟ أنا داخل دابا عند المدير باش نشكي بيك. قلت لي أنا ما درت والو، أنت اللي عندك مشكل ومشكل كبير. قال لي أكتب بيك تقرير وديك الساعة شوف شكون اللي غيتيق بيك. مشى دخل الإدارة، بانوا ليا واحد جوج بنات جايين لعندنا. شافوا في صافية وقالوا لها واش حتى انتي؟ قالت لهم شنو حتى انا؟ قالوا لها زعما واش حتى انتي تحرش بيك؟ حركات راسها بقى. قالوا لها خصنا نوقفو عند حدو. وحده من دوك البنات صادف انها سجلاتهم اللي كان كيدوي معاها. ودخلوا الإدارة بثلاثة. المدير ملي ساق الخبر داكشي ما عجبوش الحال وسمعت غواتو من تماك وعرفت بلي الأستاذ مشى فيها. باش تعرفوا بلي الامور كانت ميسرة ليا وديما في الصالح ديالي حيت انا بطبيعتي ما كنبغي نادي حتى شي واحد، ولكن اللي وقف في طريقي كيتحيد. وهادشي ماشي بالقدرة ديالي ولكن بقدرة الله، حيت انا بالنسبة ليا هادشي ماشي انا اللي تعلمته ولكن هو طبيعة وفيا وكبر معايا. جراو على داك الاستاذ، دازو ايام وجاو ايام. صافية ما بقاتش كتقرا في ديك لافا حكم ان والديها غادي يتحولوا من المدينه ديالنا. بقى فيا الحال بزاف ولكن ما قدرتش نوقف في طريقه. مشات دازت تقريبا شي 6 سنين هكاك. كنت تخرجت وخديت الماستر ديالي، ولكن واخا هكاك كنت كنزيد نتعمق باش نعرف حوايج اكثر. وعاد ديما كنعاون الوالد حيت هو كان راقي معروف. واخا ما كانش كيعجبني الحال من اللي كيتخلص من الناس خصوصا من اللي كيطلب ليهم فلوس كثيره، ولكن ما كنتش كنبغي نعارضه. وحتى منين كيبغي يدور معايا كنقول ليه لا بلاش ما محتاش، انا كندير هادشي في سبيل الله وما بغيت منهم لا فلوس لا والو. تشهرنا بزاف انا والوالد ولينا معروفين في ديك البلاصه، ولكن راكم عارفين الناس كل واحد واش كيقول. كاين اللي كيقول بلي حنا سحارين، وكاين اللي كيقول مشعوذين وكيحفروا في المقابر، وكاين اللي كيقول بالعاني كيصيفطوا للناس جنونهم باش من بعد يجيو عندهم الناس ويطلبوا منهم باش يحيدوهم عليهم. وقليل الناس اللي كانوا كيتيقوا فينا خصوصا فيا انا، كنت كنجيهم غريب حيت ما كنتش كنجمع مع ولاد الدرب. وعاد دوك اللي كانوا ساكنين حدانا ضروري ما مره ولا جوج يكونوا شافوني وانا كندير شي حاجه اللي غريبه واللي ما قدرش العقل ديالهم يتقبلها. الوالد بدا كيعيا خصوصا وان داكشي ما كانش ساهل، راه بحال الا كتحارب معاه. المهم انا اللي وليت شاد بلاصه الوالد، وكيف ما قلت لكم ما كنتش كنبغي نتخلص من عند الناس. واخا الوالد ما كانش كيعجبو الحال وكيقول لي هادشي من حقنا، هادي خدمه ديالنا وما عندناش مناش ناكلو الا ما تخلصتيش من الناس. داكشي علاش كنت بعض المرات كندير له خاطر وكناخذ شي مبالغ بسيطه مقارنه بداكشي اللي كان كيطلب هو وجدي الله يرحمه. ولاو كيجيو عندي ناس اشكال وانواع وغير كيجلسوا قدامي كنعرف شكون فيهم اللي خبيت وشكون اللي فيهم طيب، وكنعرف الغرض ديالو واش باغين الشر ولا الخير. وبناء انا على هادشي كنت كنخدم. اما الا كان جاي شي واحد على قبل الشر ولا يادي شي حد كنت كنجري عليه اولا كندير السبه وكنقول ليه ما عرفتش ما نقدرش نعاونك. كانوا شي ناس كيصدموني. تصوروا معايا وحده جايه تسحر لمها، انا بقيت غير كنشوف فيها ما عرفت باش نجاوبها وعلاش هادشي كامل على قبل الدار. الدار اللي كانوا ساكنين فيها كانت بغا تخرج امها منها باش تبقى ليها بوحدها هي وراجلها. معجبنيش الحال نتوقفت وبديت كنغوت عليها.
وقلت لها الا مشيتي حتى درتي الوالده ديالك شي حاجه ما عمرك ما غتعيشي هانيه. المهم دازو قدامي بزاف الانواع ديال الناس، وعرفت باللي البشر ماشي كله طريف كيف ما كيبان للناس، وباللي صعيب تعرف شنو فراس بنادم. وخا يكون كيبان لك زوين وطريف من برا، كيكون مخبي داك الخب ديالو في الداخل، والله بوحدو اللي عالم به. كنت فيما كان عالج شي حاله كان عيا بزاف، كنحس براسي بحال استنزفت كاع طاقتي، خصوصا الا كان شي حاله مستعصيه ولا قديم فيها داكشي. ما تصوروش التهديد اللي كنت كنسمع، وانا كان رقيب بنادم، داك الجن اللي في الداخل ديالو كيهضر وكيقول لي غنقتلك غندمرك، ما كيخلي باش يهددني. ولكن واخا هكا كنت كنكمل. واحد النهار وانا ناعس حلمت بيها، حلمت بصافية لي تقريبا 7 سنين ما شفتهاش، كانت بحالي لا مكتفة وكتغوت عليا وكتقول لي عاوني انا محتاجة عليك. فقت وانا مخلوع عليها بزاف وقلبي كان مشدود، عرفت باللي غتكون طرات ليها شي مصيبة. وانا هاد البنت عزيزة عليا، واخا ما كتابش وتزوجنا ولكن بلاصتها في قلبي كبيرة، وقلت خاصني ضروري نعاونها، خاصني نوصل ليها. حاولت ما امكن نعرف بلاصتها من خلال الرؤية ديالي اللي شفت، ولكن بحال لا شي حاجز كان بيني وبينها، شي حاجة مانعاني انني نوصل ليها. عرفت بلي القضية صعيبة هاد المرة، حيت اول مرة غيوقع ليها هكا. اول حاجة فكرت فيها هي لافاك، بديت كنسول في صحاباتها اللي كنا كنعرفهم بجوج بينا، وحتى التليفون ديالها كان صوني فيه وما كانش كتجاوب، النمرة طافية ولا يمكن بدلاتها. هي على حساب ما قالت لي بلي غيبدلوا المدينة، وحتى المدينة اللي مشات ليها كنت عارفة، ولكن كانت كبيرة بزاف وصعيب عليا نلقاها تما. حتى هضرت مع واحد البنت وقالت لي بلي مشاو يعيشوا في دار جدها، وعطاتني حتى العنوان. شكرتها بزاف، وداك النهار نيت شديت الطريق. قال لي الوالد فين غادي ومخلي الخدمة، قلت لي غير تكلف انت، عندي شي غرض وخاصني نقضيه. تقريبا شي 5 سوايع ديال الطريق وصلت، وبديت كنقلب على ديك الدار. ما خديت لا طاكسي لا والو، سبحان الله بقيت غير غادي كنتمشى، وزنقة كديني لزنقة بحال الا شي واحد كان كيقيديني، شي واحد كان كينعت ليا وانا ما كنشوفوش. حتى وصلت لديك الدار دقيت، وحلات لي واحد المرأة، عرفتها بلي غتكون امها. قلت لها السلام عليكم، جاوباتني وقلت لها واش نقدر نشوف صفية. قالت لي شكون انت اللي كتسول عليها؟ قلت لها انا كنت كنقرا معاها وجيت لهاد المدينه وعرفتها بلي كتسكن هنا وبغيت غير نشوفها. في ديك اللحظه دموعها نزلوا، عنقتها وقلت لها مالك خالتي؟ قالت لي فين هي صافية اللي كتعرف؟ مابقاتش البنت اللي كانت ديما ضاحكه، حالتها ولات حاله ولدي، وما تقدرش تهضر معاك دابا، غير سير في حالك، راه شحال وحنا كنجريو بها ومازال ما لقينا حتى شي حل. قلت لها سمعيني، انا اصلا على قبل هذا الشيء جاي، انا غنعاونها، هادشي اللي عندها ما عندوش علاقه بالمرض، هادشي اللي عندها روحاني، يعني عنده علاقه بالجن، وانا هذا هو التخصص ديالي، خليني نعاونها، دخليني لعندها، راه شديت الطريق على قبلها. قالت لي واخا سير تسنى حتى يجي باها ورجع لعندها. قلت لها فين هو باها؟ قالت لي بلي مشى يصلي، بقيت كنتسنى احتاجه. مشيت سلمت عليه وقلت ليه نفس الهضره اللي قلت لمراته، بقى كيشوف فيها وهي كتشوف فيه، وقال لي ادخل ولدي ما عندنا ما نخسرو، الله يكون الشفاء على يديك. غير حطيت رجلي في ديك الدار بحال الا الضو ضربني، بديت كلي كنترعد وعرقت بزاف، اول مره غنحس بهاد الحاله، وما حدي كان قرب من البيت اللي فيه صافية، وهذا الشيء كيزيد يكسر. كنحس بحال الا شي واحد حط عليا شي خنشه ثقيله، لدرجة ما بقيتش قادر حتى نتمشى ولا نزيد القدام، والنفس ديالي غادي وكيقلال بحال الا شي حاجه كانت كترجعني للور. وحتى الاصوات اللي كانت كنسمع لداخل ديالي كيقولوا لي بلي ما غنقدش عليهم، يدي بدات كترعد، وانا ما سمعتش لداك الصوت اللي في الداخل ديالي. كملت وصلت للبيت، قست البوانيه كان سخون بزاف بحال الا شعله فيه العافيه، حليت ودفعت الباب، لقيتها عند وجهي بحال الا كانت كتسناني. بغيت نقول كيتسناوني، حيت هاديك ماشي الشوفه ديال صافية، انا كنعرفها مزيان. اول مره غنحس بهذا الخوف، اول مره قلبي غيتشد عليا لهاد الدرجه. سديت علينا الباب وبقيت غير انا وياها، كنت كنشوف واحد الهاله كحله دايره بيها،
موالف غير كنشوف في المريض اللي كيجي لعندي ولا اللي ممسوس كيطيح الارض وكيخضع عليا، ولكن صفية ما قدرتش نشوف فيها نهائيا. انا اللي وليت خايف، داكشي اللي في الداخل ديالها كان متمكن منها ديال بصح، بل هاد المرة القضية غتكون صعب من اللي فاتوا، ولكن واخا هكاك خاصني نجرب ما دمت جيت حتى لهنا الا وانا قادر عليهم. قلت لها صفية واش عرفتيني؟ انا جيت باش نعاونك، كوني هاني انا غنفكك منهم. في ديك اللحظة رجعوا عينيها بحال اللي كانوا شحال هادي، رجعت الشوفة ديال صفية، ولكن دا غير رجع داكشي سيطر عليها بحال الا كانت في شي صراع معاهم. حطيت يدي عليها وبديت كنرقي فيها، ولكن داك الصوت اللي كان كيجي منها كيقول لي راه ما غاديش تقدر علينا، حنا غنعذبوك، حنا غندموك على جيتي لهنا، غنأديو لك عائلتك. وبداو كيقولوا السميات اللي في عائلتي بواحد بواحد، وكيقولوا لي ما عمرك ما غتفلت منا. كنحس بيهم دايرين بيا، داك البيت عامر بيهم. في واحد اللحظه مبقيتش قادر، حيت يدي من على صفيه وبديت كنطلع النفس بالزز، كنحس بالموت، حسيت براسي غنموت، وهذه اول مره غيطرى معايا هادشي. بقيت راجع باللور، ما بقيت كنسمع والو، وكنشوف غير الكحوله دايره بيا. حتى من صفيه ما بقاتش كتبان لي، وليت بوحدي بحال الا في الظلام. حسيت بواحد الطاقه خايبه في ديك البلاصه، حسيت براسي ما قادر ندير والو. اول مره كان عجز قدام شي حاله، وماشي اي حاله، اعز بنت عندي. في داك الظلام كنت كنحس بشي واحد واقف ورايا، وما كانش اي جن عادي، ماشي بحال هادوك اللي موالف كنخرجهم من الناس اولا كنصرفهم عليهم. هذا كان حاله خاصه، ما كنتش قادر حتى ندور ونشوف فيه، بحال الا كان ممنوع عليا ندور ونشوفه. وذوك الرفقه الصالحه اللي كانوا ديما كيعاونوني كانوا كيحضروني ما ندورش نشوف فيه، حيت كون درت كانوا جوج حوايج كيتسناوني، يا اما غنحماق اولا غنخضع ليه وغيتلبسني. دوك الاذكار اللي كنت كنقولهم ديما ما بقاو نافعين معايا في والو. طحت على ركابيه وبقيت كنهج، هذاك اللي كان ورايا كان طويل بزاف، وهادشي اللي بقيت عاقل عليه. اخر حاجه سمعتها هي الضحكه ديالو، وتماك غيبت. ملي رجعت للوعي ديالي لقيت بات صفيه جالس حدايا وقال لي ولدي على سلامتك، قلت لك بلي ما غتقدرش عليه. الحمد لله مني ما تاديتيش. كان الصوت ديالو كنحس به بعيد بحال الا ماشي حدايا. جات ام صفيه وزادت في البكاء، قالت لينا بنتي ما كانش اللي غيفكها من هذا الشيء، غتبقى هكا حتى غتموت. بقيت جالس شي ربع ساعه عاد رجعت للوعي ديالي، وقلت لهم عاودوا لي شنو طرا، كيفاش حتى ولات في هذه الحاله. قالت لي والو ولدي، منين جينا لهنا وحنا ساكنين عادي، واحد النهار كنا كنخملوا وكنصيقوا الدار، دخلنا لواحد البيت ديال الخزين، كان دايرو با الله يرحمه كيحط فيه داكشي اللي ما محتاجش له، وتماك لقينا واحد الصندوق، وملي قلبناه لقيناه عامر بالكتوبة القدام، يمكن كانوا ديال الوالد. انا قلت لها غير خليهم هنايا ما عندنا ما نديرو بيهم، ولكن هي قالت لي لا عجبوني وبغيت نقراهم. ما عرفتش ولدي ديالاش دوك الكتوبه، ولكن كانت ديما ساده عليها البيت وكتقرا فيهم. وقفت وقلت لها فين هما دابا دوك الكتوبه، قالت لي راهم رجعتهم لذاك البيت من نهار اللي وقع لي هذاك الشيء، حيدتهم من تماك حيت ولات غير كتغوت وكتضرب في راسها وكتقطع حوايجها، ما بقات باغا حتى شي واحد يقرب منها، حتى من الماكله كنربطوها عاد كنوكلوها بزاف حتى كدوز ديك الماكله. قلت لها واخا ديني عافاك نشوف دوك الكتوبه. دخلنا لذاك البيت اللي كان غامل وباين باللي مش حالة دي ما تحل، وراتني الصندوق ومشيت حليته حتى كنلقى الكتوبه ديال السحر وديال الجن والشعوذه، وداك الشيء كان اصلي. بغيت نمسهم شي حاجه شداتني بحال الا دوك اللي معايا حضروني ما نقيش ديك البلاصه. قلت لها عافاك جيبي لي شويه الماء والملحه، جابتولي وبديت كنرش ديك البلاصه، بديت كنقرب ومع كل خطوه كنقرا القران. عاد قدرت نوصل داك الصندوق، هزيتو بين يديا وقلت ليها انت ما عندك ما ديري بهاد الكتب. قالت لي يا ولدي غير خرجوهم عليا ما عندي ما ندير بيهم. قلت لها واش عارفه ديالاش هاد الشيء، راهم ديال السحر وديال الشعوذه. وصافيه قراتو، ويمكن ما قدراتش تتحمل هاد الشيء اولا طبقات شي حوايج منه، تخلعات وقالت لي صافيه ولدي غير ديهم عليا. ولكن بنتي راه باقا كيف ما كانت. في ديك اللحظه سمعنا صافيه كتضرب في الباب،
كتضرب بحر جهده بحال باغا تهرسو، وكتقول لي غندمك، ما عمرك غتعيشها هاني، غنقتل لك اعز ما عندك. ما تسوقتش وقلت لها كوني هاني يا خالتي، ما غنمشي من هنا حتى غترجع صافيه لا باس، انا غنعيط للوالد باش يجي يعاوني. وبالفعل صونيت الوالد، قال لي فينك؟ قلت لي انا في المدينه الفلانيه، اجي لعندي ضروري. قال لي شنو، واش كاينه شي همزه؟ واش كاينه شي فلوس؟ قلت لي الوالد همك غير الفلوس، راه واحد البنت كنعرفها وعزيزه عليا بزاف، واقع في مشكل قد السخط، وانا محتاجك حيت ما قدرتش على هادشي بوحدي. قال لي ولدي كتدخل راسك غير في المصايب، كنتي جالس هنايا في داركم معزز مكرم، والناس اللي بغاك كيجي لعندك، اش داك حتى لتماك؟ قلت لي الوالد طلق راسك، الله يرحمك الوالدين، هاد البنت راها بحال اختي او لاكثر، وما نقدرش نشوفها كتعذب وما نعاونهاش. قال لي واخا حنا نتبعوا هادشي ديالك. شد الكار وجا لعندي، وصلت قريبا مع شي جوج ديال الليل، تعرضت ليه انا وبات صافيه، وجا معايا للدار، سلم علينا وجلست وبديت كنعاود ليه اشنو طرا وداكشي اللي شفت. قال لي فين هما الكتوبه؟ وريتهم ليه، وحتى هو تصدم بحالي ولا اكثر مني. قال لي ولدي هادشي راه صعيب، وحتى من جدك الله يرحمه ما كانش كيقدر. قلت لي انا ما يمكنش ليا نمشي بلا ما نعالج صافيه، خاصني نعاونها. قال لي خاصنا نحرقوه، غنحرقوا هاد الكتوبه كاملين، وهذا هو الحل باش ما يتأذاش شي واحد اخر. مت صافية قالتنا غير حرقوهم، المهم بنتي ترجع تعالج. طلعنا لفوق للسطح انا والوالد، مشيت جبت ليسانس وغويتو على دوك الكتوبة. غوات صافية كنا كنسمعوه من تماك، كتغوت بحر جهدة، شحنا العافية في دوك الكتوبة وهما كيتحرقو وهي كتزيد في الغوات ديالها. داك السطح اللي كنا فيه ما كانش فيه الصور، كان ولكن قصير وما مكملينوش. الوالد بدا راجع باللور باش يبعد على العافية، وفي ديك اللحظة بان ليا واحد الخيال كحل حدا الوالد، بقيت جامد في بلاصتي ولساني تقال عليا، تخلعت بزاف. يلا غادي نقول ليه الوالد عندك، وهو يرجع باللور. وطاح، طاح من السطح نيشان للزنقة. طليت عليه من الفوق وانا كنغوت وكنقول ليه الوالد، بان لي ما كيتحركش والدم بدا نازل منه، وداغي الناس تجمعوا واخا كان الليل. جات لومبيلونس وانا بقيت جالس، القلب ديالي كان كيرجف. جلست ودرت يدي على وجهي وبديت كنبكي، واحد الجزء مني كان نادم على جيت اصلا لهنا. ملي قلبوا الوالد قالوا لي راه باقي عايش، هزوه نيشان وداوه ليرجونس. هادي راه معجزه، تصوروا واحد يطيح من دوزيام ايطاج وما يموتش. مشى معايا بوات صافيه ولحقنا عليهم السبيطار. خرج عندنا الطبيب وقال لي على سلامته، قال لي على سلامته، راه معجزه ملي ما وقع ليه والو وما عنده حتى شي هرسه، غير هو مازال مقصح شويه وما يقدرش يوقف على رجليه. قلت ليه الحمد لله، قلتها وانا كنبكي ودموعي نازلين، كنت كنقول صافي خسرت الوالد وما عمرني غنرجع نشوف، وهادشي كامل بسببي انا. عيطت نمت صافيه وقالت لي كيف بقى الوالد، قلت لها راه لاباس، قلت لي ضروري تجيو دابا. قلت لها شنو واقع، قالت لي حتى تجيو. مشينا للدار، نرجعنا للدار تصدمنا، لقينا صافيه جالسه مع امها في الصالون، شافتني قالت لي اهلا اش خبارك، دازو سنين ما شفتكش. تصدمت وقلت لها كيف بقيتي، قالت لي لاباس الحمد لله منين جيتي لعندي، انا كنت عارفك غادي تجي. قربت منها وبقيت كنشوف ليها في عينيها وكنقول زعما ياك ما يكون شي واحد مازال متلبس بيها، ولكن لا، كانت هذه هي صافيه اللي كنعرف. وقلت لها شنو وقع عليك، قالت لي انت عارفني عزيز عليا هادشي وكنبغي نتعمق فيه، واي حاجه درتها في راسي كننفذها، قريت شي طلاسم في دوك الكتوبه وبغيت نجربهم، ولكن الامر مشى العكس ديال داكشي اللي توقعت، وكنت غادي نخرج على راسي وعلى دارنا. داكشي كان صعيب بزاف، ما تصورش شنو كنت كنحس وشنو شفت، ما تصورش المعاناه اللي كنت كنعاني في الليل غير باش الناس، وحتى ملي كنتي معايا كنت كنشوف فيك ولكن ما قادرش نهضر، ما قادرش نقول لك فكني. قلت لها الحمد لله مني وليتي لاباس، قالت لي كيف بقى باك، قلت لي راه مزيان ما وقع له والو، كان كيحسب لي بلي كلشي غيسالي هنا، ولكن لا، من بعد ما دازت تقريبا سيمانه قدرت نخرج الوالد من السبيطار ورجعنا للدار. قلت لي على سلامتك الحمد لله مني ما وقع لك والو، قال لي دوك الناس راه خصهم يعوضوني بسببهم وصلت لهاد الحاله. هو داوي وانا كنحس بشي حاجه شداتني من رجلي، رجلي اليمنيه ما بقيتش قادر نحركها، شي حاجه طالعه معايا. كيقول لي مالك، ياك لاباس شنو عندك،
فرمشت عين داغي وصلت لي اليدي وشوية طلعت لي العنقي لدرجة النفس مبقيتش قادر نطلعها. عيني يخرجوا في الواليد، شد فيا وبدا كيقرا عليا، ولكن ديك الساعة أنا ودنيا تسدو وحسيت بنفس الإحساس ملي كنت مع صافية. داك الراجل عاوتاني جا مورايا وما قدرتش نهز فيه الراس ولا نشوف فيه، بحال إلا كان ساد عليا في شي بلاصة وما قادرش نخرج منها. وحتى هادوك اللي كانوا كيعاونوني ما قدروش يدخلوا ليها، كنت بوحدي غير أنا وياه. حسيت بالهالة ديالي تختارقات، أول مرة في حياتي طرا معايا هادشي، حيت كنت ديما محصن راسي وغير كتقرب مني شي حاجة اللي كتبغي تأذيني كنحس بها داغي وكان بعدها عليا. أصلا هادوك اللي كانوا معايا كانوا كيديروا هادشي قبل ما أنا نديرو، ولكن هاد المرة حتى شي واحد ما معايا الله. وليت كنحس براسي عاجز ويديا مكتفين وما قادرش ندير حتى شي حاجة ولا ننطق، حتى من دوك الآيات اللي كنت حافظهم بحال لا تنساو ليا، ولا يمكن هما اللي كانوا كينسيوني فيهم. تقريبا شي ساعة وانا في ديك الحالة، حتى الوالد اللي كان كيهضر معايا ما كنتش كنسمعو، حتى حليت عيني وكان هو والوالدة حدايا. الوالدة كتقول لي الله ها ولدي شنو عندك، ما عمر هادشي موقع عليك، بالعكس الناس كيجيو عندك باش تفكهم. الوالد قال لي شفتي شنو قلت لك، قلت لك ما تبقاش تدخل راسك في شي حوايج اللي بعاد عليك وصعيبه عليك، انت مازال صغير ولدي وجدك براسو ما كانش كيقدر على هاد الملوك السفليين. دازو تقريبا 3 ايام وحسيت براسي شويه ما بقاش فيا داكشي. واحد النهار كنا خدامين لتحت مع واحد المراه كانت مقيوسه، حتى سمعنا الوالده كتغوت بحر جهده، خليت الوالد وطلعت انا كنجري، لقيت واحد البرمه ديال الماء سخون تخوات عليها وهي تحرقات، بدات كتحيد في حوايجها وانا كنخوي عليها في الماء بارد. كتقول يا ولدي تحرقت. ديك اللحظه وانا كنعاونها بان لي عاوتاني داك الخيال الكحل وعرفت بلي هما السبب في هذا الشيء، وديك اللعنه تحولت من صفيه ليا انا، ما بقيت فاهم والو. صفيه تعتقات من اللي حرقت الكتوبه، ولكن انا شنو خصني ندير؟ دينا الوالده للسبيطار وخرجوا لها شي دوايات، وبقاو تما كان الحريق بزاف، ما بقاتش مسكينه قادره حتى تنوض. وليت كنشوف شي احلام خايبين، انا من ديما كانوا احلامي زوينين، ولكن دابا لا، وليت كنشوفهم طايرين بيا ومكتفيني وباغين يهجموا عليا في اي لحظه وكيقولوا لي ما غتقدش علينا. وليت كنتخلع بزاف، وحتى دوك الرفقه اللي كانوا معايا بحال الا تحبسوا ما بقاوش كيجيو عندي ولا يحضروني ولا ينصحوني بشي حاجه. تخربقت ديال بصح، وحتى الناس ما بقيتش قادر نعاونهم. الوالد ولا خدام بوحدو، باقي كنعقل لا اول مره غنشوفو فيها. كنت ناعس ما عليا ما بيا، شويه حتى حسيت به جا قدامي، كان واقف ولابس كلشي كحل وحتى الهاله اللي كانت دايره به كحله، وكانت هذيك اول مره غنهز فيه الراس وغنشوف وجهه. ما عرفتش كيفاش غنوصفه، واخا نوصف حتى نعيا ما غنقدرش نعبر، وجهه اصلا ما مفهومش شي حاجه اكثر من الرعب واكثر من الخلعه واكثر من اخيب حاجه شفتها في حياتي. شاف فيا بدوك العينين اللي كيخلعوا وضربني لقلبي، فقت وانا شاد في قلبي وكنحس بيه غادي يسكت، وحسيت بشي حاجه هابطه من فمي، وملي قلبت لقيتو دم. بديت كنبكي وكنلوم راسي على هاد الحال اللي وصلت ليه، كنتحسر شوف كيف كنت وكيف وليت، ولكن كيف كيقولوا الدقه اللي ما كتقتلكش كتقويك. من بعد تقريبا شي شهرين المعاناه صيفط لي الله الراجل اللي غيعاونني واللي غيخرجني من هادشي اللي انا فيه. كنعقل كنت جالس مع الوالد لتحت حتى دق علينا، كان راجل كبير في العمر تكون عنده شي 63. قلت ليش حب الخاطر سيدي، فاش تبغينا نعاونوك ياك ما مقيوس اولا عندك شي سحر قديم مدفون؟ بقى كيضحك وقال لي ملي حرقتي دوك الكتوبه جبتي على راسك النحل. قلت لي كيفاش عرفتي؟ قال لي انا عارف بزاف الحوايج اللي انت براسك تقدر تكون ما عارفهمش، انا هنا باش نعاونك ماشي انت اللي غتعاونني. قلت ليه وعلاش غتعاونني؟ شنو المقابل؟ قال لي حتى انت ملي مشيتي عند ديك البنت ما كنتيش باغي المقابل، عاونتيها في سبيل الله وداكشي علاش جيت حتى انا. قلت ليه ولكن انا كنت كنعرفها. قال لي حتى انا كنعرفك، جدك كان صاحبي ومنين كنتي صغير كان ديما كيجيبك لعندي. بقيت كنرجع بالذكريات اللور. قال لي انا الحاج بن ناصر. تفكرته وتفكرت شحال كان عزيز عليا هذا الراجل، طيب بزاف
ودار معايا غير الخير من صغري، وكينصحني وكيعاونني، وكان عارف القدرات اللي عندي. حط يديه عليا وبدا كيقرا. بديت كنحس براسي الحمي كيتبورش عليا، وبحال الا لي باري كيدقوا فيا. واحد الاحساس كان غريب، اول مره غنحس به. من بعد خدا شي حاجه وبدا كيدهنها ليا وسط شعري، ودهن ليا منها حتى في جبهتي. كنت كنتحرق، حسيت براسي غادي نموت. حتى كنغيب وكنعاود نوض ونعاود نغيب شي 3 المرات. من بعد حسيت براسي بحال الا غبرت من هاد الدنيا وما بقيتش. فقت الوالد كيقول لي على سلامتك ولدي. قلت ليه علاش، شحال نعست؟ قال لي راه 7 ايام وانت مغيب. نط راسي كان ثقيل عليا وكيضرني، وكنحس بودنيا كيصفروا. لقيت واحد الحجاب معلق، قال لي هذا راه قال لك سيب الناصر خليه في عنقك على الاقل مده 40 يوم، وفي هذه المده قال لك ما تاكل حتى شي حاجه اللي فيها الروح، بحال مثلا الدجاج ولا اللحم. قلت ليه وفين هو دابا، بغيت غير نشكره. قال لي راه دار المهمه ديالو ومشى في حاله، وقال لك واحد النهار غترجعوا تلاقاو انت وياه. هاد السيد هذا ما عمرني غنسى خيره. وبالفعل من مورا ما دازت تقريبا شي 2.5 عامين رجعنا تلاقينا انا وياه، بلا ما نكونوا دايرين شي موعد او لا مخطين باش نتلاقاو. تلاقينا غير صدفه، وحتى لدابا انا مازال معاه وكنتعلم منه. زدت طورت بزاف وزدت عرفت شحال من حاجه، واهم حاجه تعلمتها هي ما نعاون حتى شي واحد الا اذا كنت قادر على داكشي اللي فيه. المهم انا مبغيتش نذكر سميتي، ما بغيت نذكر حتى شي معلومه عليا. كنشكر الناس اللي تصنتوا لقصتي. الخوت هنا كتسالي قصتنا ديال اليوم، وبطبيعه الحال كنشكر اي واحد عطانا من وقته وتصنت لينا. نتلاقاو في القصه الجايه كيف العاده، وما تنساوش اللي عنده شي وحده فحال هذه يقدر يبارطاجيها معايا في انستغرام. خليكم هاد الساعه والسلام عليكم.